السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ زاليف، ميرسي انفينيمون ديتر توجور فيديل ا فوتخ شيم بياد مصطفى. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد البروبليم اللي تيلقاو التلاميذ ديال بروميير باك، سوا لي سيونس اكسبيريمونتال اي سورتو لي سيونس مات. داكوغ، لي سيونس اكسبيريمونتال تيتفاداو لي بروف يحطوا هاد الكيسيون في لي دوفا، مي لي سيونس مات هاد الكيسيون تتكون في لي دوفار، واحد العدد ديال لي بروف تيحطوا هاد الكيسيون في الدوفار. وهادشي اللي غادي نهضر عليه هنا تيتعلق بلي كونتيفيكاتور ديفيرون، وملي تيقول لي حدد لا فالور دو فيريتي. داكوغ، دونك لا فيديو لي تري امبورطون، تبعوا معايا مزيان وكملوا لا فيديو كامل باش تفهموا هاد المشكل هذا، لانه نعطي واحد المجموعه ديال لي زيكزامبل. راه نعطي اكزامبل، مثلا عندي واحد بروبوزيسيون كومسا، quel que soit x appartient R. D'accord, il existe واحد y appartient R tel que x inférieur ou égal à y. Donc اول حاجه نحاول نفهموا بعد هاد البروبوزيسيون. دابا عندي quel que soit x appartient R وعندي il existe y appartient R tel que x inférieur ou égal à y. On a des propositions بحالها، مي نغير الترتيب، غنبدا بها هذا هو الاول. الي اكزيست واحد y appartient r، اللي نكتب هذه كيلك سوا x appartient r، ونخلي ميم انيغاليتي. فوالا، كاين اللي دابا كتب لي بروبوزيسيون بي واحد بي دو بحال تيقول لك غير هذه جبنا هنا وهذه جبنا هنا. سي ديفيرون. الله يرضي عليك. الترتيب ديال لي كونتيفيكاتور بالنسبه لي بروبوزيسيون ملي تيكونوا هاد لي كونتيفيكاتور ديفيرون مختلفين راه مهم. داكوغ، سا سي تري تري امبورطون. هنا شوفوا معايا، نهضروا على فالور دو فيريتي ديال هادي ونحاولوا نفهموها. الوغ هنا شنو قال لي؟ كيل كو سوا اكس ابارتيان ار، ايل اكزيست واحد ايغريك ابارتيان ار. عرفتي المعنى ديال هادي، ديال هاد بروبوزيسيون؟ يعني ايتون دوني واحد لو نومبر ريال كيلكون كيف ما بغي يكون، يعني انا عندي كيلكو سوا، كل ما كان عطيتي واحد لو نومبر ريال ديما غادي تلقى واحد لو نومبر ريال اخر كبر منه. اي سا جوست سي فري، لان لونسومبل ار واحد لونسومبل اللي هي غير محدوده. اعطي اي عدد، اعطيني اي عدد، خذ اي عدد. ايتون دوني واحد لو اكس، خذ اي اكس كيف ما بغي يكون هاد لو اكس. مثلا خديت ميل، كاين واحد العدد اللي كبر من ميل. دونك الا خديت ميل، نعوض انا، كاين واحد العدد اللي كبر من مثلا ميل ا. داكوغ، ميل دو، دو ميل، تخوا ميل، كاين بزاف. دونك فين ما خدينا شي نومبر ديما نلقاو واحد النومبر اللي كبر منه. دونك هادي قدرت انا غير مونطالمون نعرف راه توجور جوست. نمشي لهاد بي دو مونطالمون، شنو قال لي هنا؟ إل إكزيست واحد لو إكغيك، بحيث كيلكو سوا إكس أبارتي إر، إكس غير من إكغيك. وهنا تبع معايا مزيان، الله يرضي عليك. أنا باش الأمور تبان واضحة، غندير ليكم أنا كاع لا دوات كاد اللي فيه لي نومبر غيال. قال لي إل إكزيست واحد لو إكغيك، شتي ملي كيسبق ليا إل إكزيست، إذا كاين واحد لو نومبر إكغيك. ألوغ هنا في هاد الحالة، لو إكغيك ماشي كيلكم، أي إكغيك. كاين واحد لو نومبر، دونك غادي نفيكسيه، ها هو فينا، وغادي نشوف واش اي نومبر ريال اكس غادي يكون صغر من هذا. نو، اللي كاينين هنايا راه صغر من ايكغي، ولكن الا خديتي شي نومبر هنايا، مثلا نعطي شي نومبر كبر من ايكغي، مثلا غادي نقول لك ايكغي بلس ان. يعني هاد x ناخد هنا هي y بلس 1، ولا x كتساوي y بلس 2، ولا x إيكال y بلس 10، كاين بزاف. ألوغ هادي مونطالمون راه سي با جوست، راه ماشي صحيحة. فهمتوا الفرق؟ الله يرضي عليكم. أنت في الأول شنو قلت؟ هيا نتايا نشرحها ليكم، هاد الأولى نتايا نشرحها ليكم بهاد لادوات كادوي. هيا فينا كيل كو سوا اكس ابارتي ار، خود لو اكس فين ما عجبك. معناتها انا خديتو هنايا كيلكم، خودو هنا ولا هنا فين ما عجبك. قال لي الي اكزيست واحد لو نومبر، كاين واحد لو نومبر ريال ايكغيك اللي هو اكبر منه. وي جوست، الا خديت اكس هنايا، ك
كاين بزاف ديال لي نومبر لي كبار من اكس. مثلا غادي ناخد اي كتساوي اكس بلس 1 ولا اكس بلس 2، داكوغ؟ اذا هادي راه توجور جوست. و لو اكس راه قلنا كيلكو، نقدر ناخدو هنا، نقدر ناخدو هنا، فين ما خديتي ديما غادي تلقى واحد لو نومبر لي كبر منو لي كاين ادروات ديالو غادي يكون كبر منو، داكوغ؟ الوغ هادي راه جوست فغي، وهادي كيف ما ثبتنا هنايا. إل إكزيست واحد لو إيكغيك، فيكسينا لو إيكغيك، داكوغ؟ لأنو تنقول إل إكزيست واحد لو إيكغيك، كاين واحد لو نومبر ريال، ديجا أنا عرفتو، افترضو أنو كاين هنا هاد لو نومبر، داكوغ؟ وقال ليا كيلكو سوا إكس أن نومبر ريال، يعني أي نومبر ريال إكس غادي يكون صغر من هاد لو إيكغيك، ماشي كاع لي نومبر ريال. لا يكون صغير اللي كاين هنا وي راه صغير من اكري، مي الا خديتي شي اليمون هنا ما غاديش يكون صغير من اكري، وبالتالي هذه راه ني با جوست بالنسبه لهاد البروبوزيسيون هادي. اذا هاد البروبوزيسيون بي 2 ني با جوست. تيبقى كيفاش غادي ندير لا ديمونستراسيون، كيفاش غادي نديمونتري مثلا هادي عطوها ليا قال لي يعطيني لا فالور دو فيريتي. دابا فهمنا الامور بهذا الشكل هذا، داكوغ؟ هاد لا دروات غراتوي ممكن ندير داكشي غير مونطالمون ونعرف الامور كي دايره. مي دابا كيفاش ندير لا ريداكسيون باش نجاوب على هادي؟ مثلا عطاني هاد البروبوزيسيون الاولى، شوفوا معايا فين ما تكون عندكم شي بروبوزيسيون باديه بكلكو سوا، عقلوا عليها باديه بكلكو سوا، وهنا إل إكزيست، وفي هاد البلاصه اما عندك ايكواسيون ولا دو ولا انيغاليتي، وما عندكش لو كاري. في الغالب في الغالب الا كانت باديه بكلكو سوا راه تتكون جوست، ماشي ديما صحيح، مي في الغالب تتكون جوست. يعني انت بعدا كتدخل واحد الفكره ان راه جوست، خاصك غير تمونطري ان راه فري، داكوغ؟ ولا كان العكس، هنا إل إكزيست وهنا كيلكو سوا وهنا عندك انيغاليتي ولا ايكواسيون، راه في الغالب تتكون فوس، داكوغ؟ مي سي با اون ريغل. الوغ شنو تندير هنا باش نمونطري هادي راه جوست ولا فري؟ عندي كيلكو سوا كنجي نكتب ناخذ واحد لو اكس كي كون سوا اكس ابارتيان ار، نكتب كوم سا اكس كيما بغي يكون سوا اكس ابارتيان ار كي كون، داكوغ؟ وكنمشي نحاول هنا عندي انيغاليتي، كنحاول نشوف واش كاين شي ايكغيك، واش كاين شي نومبر ريال اللي كبر من اكس. دونك شنو تدير هنايا؟ يسوفي غادي تكتب هنا اون بوز هاد لو ايكغيك بيسكو عندي كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، وديجا خديت واحد لو اكس ابارتيان ار، لو ايكغيك ملي تبغي تاخدها من ضروري ومن الاحسن تاخدها اون فونكسيون دو اكس. الوغ شنو ندير هاد لو ايكغيك؟ ناخدها هي اكس بلس باغ اكزومبل 2، الوغ اون بوز اون اورا شيولي عندي هنايا، اديني قال شنو تولي؟ تولي كوم سا اكس انفيريور و y غادي نعوضها بهاد ليكسبريسيون x بلس 2، سي تادير و بيان سا دون x هادشي مع x، انا يعني لحود x و جا لاخرى تولي x موان x 0، غتبقى ليا 0 صغر من 2، سو كي توجور فاي ياك. الوغ بي 1 اي فري سالينا، داكوغ؟ دونك مكاينش بروبليم هنايا. غادي نمشي ل بي 2، كيفاش نجاوب على بي 2؟ بي 2 شنو عندي فيها؟ قال لي إل إكزيست، هاي فين هاي تبان لينا إل إكزيست واحد لو إيكغيك أبارتيان آر كيلكو سوا إكس أبارتيان فوالا. الله يرضي عليكم، شوف معايا هنا عندك الإختيار، إلا نتا بانت ليك هاد البروبوزيسيون مونطالمون أنها فغي، ولا في الكيسيون قال لك هادي مونطخي أنها هادي فغي، يسوفي الطريقة الأولى، يسوفي أنك تاخد واحد لو إيكغيك بحيث هادي تبقى ديما صحيحة هادي، خد واحد لو إيكغيك كتعوض هاديك الساعة، ولكن ما عندكش الحق تكتبها أون فونكسيون دو إكس، تقول يا إيكغيك إيكال إكس بلس، ما عندكش الحق، لأنه أنت ليكزيستون هنا يلاه كتهضر على إيكغيك، دونك ميمكنش تبوزي أن إيكغيك تقول حلت عندي إيكزيست، دونك هنا عندي إيكزيست، نقدر هنا في الأول كتبنا إيكغيك إيكال، علاش كتبنا إيكغيك أون فونكسيون دو إكس؟ لأنه ديجا هضرت على لو إكس، ديجا درت سوا إكس
عطيت واحد لو اكس، قلت سوا اكس ابارتيان. دونك ملي تكون عندنا كيلك سوا انت اون براتيك اللي تعقل عليه، ملي تكون عندك كيلك سوا اكس هي الاولى، وملي تبغي دير اليكزيس واحد كريك، يعني اللي بغيت تعطي واحد الفالور اكريك، مادام بادية عندنا كيلك سوا اكس، اكريك غتكتبها اون فونكسيون دو اكس. مي هنا الا كانت عندنا اليكزيس هي الاولى، هاد لو اكريك ما عندكش الحق تعطيه تكتبها اون فونكسيون دو اكس، لو انت اكس مازال ما هضرتيش عليها. داكوغ، مازال يلا غادي، لانه الترتيب قلنا راه مهم، مازال ما هضرتيش على لو اكس. الو هنا ايغريك الا بغيت تعطيها شي فالو كتعطيها فالو نيميريك معروفه، بحال مثلا 2، بحال 1، بحال 0. داكوغ، كتعطيها اون فالو باش تكون هذه كلها فغي. ملي تعطي الايغريك اون فالو خاصها هذه تكون توجور فغي. داكوغ فوالا. هنا الا جيت نعطي الايغريك اون فالو باش هذه تكون ديما فغي، ما بيناش ليا. الو ولا ما بانش ليا الفكره، انا نعطيكم اكزومبل بقيت اللي تكون عندنا اي ليكزيست وكتبان فري. داكوغ، مي انا ما بانش ليا شنو الفالو نعطي الاكريك باش هادي تكون ديما فري، ما بانش ليا. وديجا حنا قبيله مونطالمون قلنا هادي راه فوس. الوغ ملي ما تيبانش ليا شنو الفالو اللي نقدر نعطي الاكريك، سي ميو هنا خاص ترجع عندي كيلكو سوا، لانه ملي تكون عندنا كيلكو سوا هي الاولى الامور تكون سهله. الوغ باش تولي عندي كيلكو سوا هنا شنو غندير؟ غنخدم بلا نيغاسيون، لانه الا عرفت الفالور دو فيريتي ديال لا نيغاسيون يمكن لي نستنتج فالور فيريتي ديال بي 2. الوغ شنو تندير؟ بي 2 مارش تولي عندي كيلكو سوا ايغريك ابارتيان ار، وهنا تولي عندي اليكزيس واحد اكس ابارتيان ار تيل كو اكس سوبيريور ستريكتومون ايغريك. هنا ملي تكون عندي كيلكو سوا هي الاولى الامور ساهله، شنو تندير؟ هادي كنعبر عليها في لا ريبونس، كنعبر عليها كوم سوا ايغريك ابارتيان ار. دونك نعطي واحد لو ايغريك ابارتيان ار يكون كيلكم. داكوغ، وكنمشي نقلب على واحد لو اكس. اذا مادام هنا عندي ليكزيس هاد لو اكس الا بغيت نقلب عليه كنكتب اون فونكسيون دو ايغريك. الوغ عندي الحق نمشي نكتب اون بوز اكس ايكال، خاص داكشي اللي ندير هنا فعلا يكون كبار من ايغريك. نقدر نكتب اكس ايكال ايغريك بلس 3 par exemple. On aura y plus 3 راه اكبر من y. ملي عوضتناش ولا عندي سي تادير y غتمشي مع y، لانه الجمله الجايه اخرى تولي تبقى ليا تولي 0، هنا تبقى ليا 3 اكبر من 0 سو كي فري. الوغ بي 2 بار اي فري، دونك بي 2 اي فوس. داكوغ، نعطي واحد ليكزومبل اللي تكون فيه اللي نقدر تكون اليكزيس ونعطي ايغريك واحد الفالور. مثلا نسمي بي 3 اليكزيس واحد لو ايغريك ابارتيان ار كيلكو سوا اكس ابارتيان ار. مثلا نقدر ندير كوم سا اكس او كاري فوالا بلس 1 ولا بلس 2. داكوغ، وهنا غادي ندير باغ اكزومبل اكس ايكغيك ولا 2 اكس ايكغيك. داكوغ، دابا تبع معايا اللار ديالي، بغيت نشوف هادي واش جيست ولا لا. دونك حنا شنو قلنا؟ قلنا من الافضل بي 3 الا كانت هي ليكزيست هي الاولى يمكن ليا نخدم بلا نيغاسيون، ياك باش تولي عندي كيلكو سوا هنا وهي ليكزيست. مي لا قدرتي تعطي اون فالور الايكغيك بحيث هادي ديما تكون فري، هادي ديما تكون فري غيكون احسن الا بانت ليك. كنشوف مزيان في هادي شنو هي الفالور اللي نقدر نعطي الايكغيك باش هادي ديما تكون جوست كيلكو سوا اكس ابارتيان ار. بانت ليا انا سي تري كلير، انا كتبان لي هادي بحال شي ايدونتيتي روماركاب. تخيل عطيت لو ايكغيك زيرو باغ اكزومبل، الى عطيت ايغريك لا فالور زيرو تولي هاد البلاصه زيرو. شنو ولي عندي؟ اكس او كاري بلس 2 اكبر من زيرو، هادي راه توجور فري كيلكو سوا اكس ابارتيان ار. اون بوز، شوف هنا فيكسيت واحد لو ايغريك، اون بوز ايغريك عطيتها واحد لا فالور اللي هي زيرو. اون اورا شنو ولي عندي؟ كيلكو سوا اكس ابارتيان ار اكس او كاري بلس 2 اكبر من زيرو سو كي
toujours vrai. خد اي نومبر غير كيل كو سوا رفعو كار زيدو جوج راه كبر من زيرو. الو هنايا عندي الحق نقول بي 3 اي فري داكور. ولكن كيف قلت لكم تكون عندي ليكزيسي الاولى راه ما عنديش الحق هاد لو ايغري نكتبو ان فونكسيون دو اكس، مازال ما هضرش على لو اكس. Il faut faire attention. C'est bon? Très bien. D'abord, on va donner un exemple à l'autre. Salam. On dit. C'est P4. Il existe un Y appartient à R. Quel que soit X appartient à R. On dit maintenant 2X moins 3Y égale à 1. Chauffe ma yallah d'aller. كنا تكون عندي ليكزيس وعندي واحد ليغاليتي هنا ما عندناش لو كارينا، دونك في الغالب تنشك تنقول بوتيتر هادي مادام باديه بليكزيس غتكون فوس. الوغ كنمشي بهاد الفكره ان هادي راه فوس، ولكن ما ضامنش لانه ماشي قاعده قلنا. انا كنجي هنا كنشوف بعدا ايكغيك واش نقدر نعطيها شي فالور بحيث هادي ديما تكون صحيحه. حنا في الغالب ملي تنبغيو نعطيو شي فالور لشي فاريابل كنجربو زيرو واحد جوج، هما لي فالور لي تنقرر نجربو موان زان. بعض المرات إلا كانوا شي عدد فيهم فخاكسيون نقدرو نجربو واحد على جوج واحد على ربعة. دونك هادو هما الأعداد لي في الغالب تيتعطو في لي زيكزارسيس، أباغ سا متيكونش هداكشي داكوغ. ألوغ هنايا بان ليا هنا مباتش هي الفكرة، من الأحسن هادي نرجعها كيلكو سوا. دونك شنو ندير؟ لا نيغاسيون شتولي عندنا كيل كو سوا ايغريك ابارتيان ار، إل إكزيست واحد لو إكس ابارتيان ار تيل كو دوز إكس موان تخوا ايغريك ديفيرون دو أن. داكوغ؟ ألوغ شنو غادي ندير هنايا؟ سوا ايغريك ابارتيان ار غادي نمشي نشوف واش كاين شي اليمون لي ابارتيان ار، بحيث هادي هاد لابارتي ديما تكون ديفيرون دو ان. كنجرب دونك بعدا شنو غادي ندير؟ نقدر ندير ناخد اكس، تخيلوا الا خديت اكس هي اطون بلاتي، الا خدينا اكس او سي ميو عرفتي شنو غادي نديرو؟ غنديرو هنا ديفيرون تجينا الامور سهله. اطون شوف بعد هادي شنو غادي تعطينا. الي اكزيست واحد لو اكس ابارتيان بحيث هادي ديفيرون دو ان. هنايا فوالا فوالا هنا خص تكون عندنا ديفيرون في ليكزومبل عطي ديفيرون. الوغ ملي ندير لا نيغاسيون واش غتولي عندي ايكال. دونك لا تكنيك اللي بغيت نوصل ليكم هي هادي اللي بغيت نهضر عليها دابا. بعد ليكزومبل هذا خاص هنا تكون ديفيرون هنا باغ اكزومبل ايكال. الوغ هنا شنو غندير؟ انا جي فيكسي يعني ما نقولش جي فيكسي لو ايكغي، عطيت واحد لو ايكغي كيلكونك شنو بغا يكون سوا ايكغي ابارتيان ار داكوغ. الوغ هنا نمشي نقلب على واحد لو اكس، لو اكس دابا الا بغيت نعطي اون فالور لاكس غنكتبها اون فونكسيون دو ايكغي في الغالب لي تكون تحقق لي هادي. مي هنا الا بغيت تكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك باش هاد ليغاليتي تكون صحيحه ما تبانش ليك مزيان. الوغ شنو تاني كاينه طريقه اخرى، هو انك كتمشي تحل هاد ليكواسيون ساشون كو هاد الفاريابل هذا اللي كاين حدا اي ليكزيست تيكون هو لانكوني. كون كانت عندنا هنا ايكغيك غتحل هاد ليكواسيون افيك لو ايكغيك هو لون كان لانكوني داكوغ. لانه هاد ليكريتيو شنو تاني؟ Il existe x appartient à R tel que de l'égalité, il y a équation fait deux inconnus. C'est-à-dire qu'il y a de l'équation, il y a une solution x dans R. D'accord? Alors, je vais te dire. L'achetier, il y a le droit, même si tu as l'équation comme ça, on a, ou l'autre, c'est en réseau, 2x moins 3y égale 1, avec... كنشوف ليكزيستون هنا شنو الفاريابل حدا اكس افيك اكس اي لانكوني كتبها مصحح باش يعرف شنو كون. الو هنا غادي نحاول اكس نعزلها، تكون كانت ايغريك ايغريك في الاخر خصني نعزلها. الو شنو نجي ندير هنا؟ دوز اكس موان 3 ايغريك رجع لاخرى 1 بلس 3 ايغريك ونقسم على جوج تولي 1 بلس 3 ايغريك سور 2. الو
خصني نتاكد هاد السوليسيون اللي لقيت مكتوبه اون فونكسيون دو اي، لان هاد لو اي هنا ملي اكس ولات انكون اي كيولي بحال شي بارامتر، بحال داك البارامتر ام اللي تلقاو في لي زيكواسيون، داكوغ، ولات بحال شي بارامتر، لان حددت هنا لانكون هنايا غادي يكون هو اكس. الوغ هنا كنتاكد غير هاد لو اكس اللي لقيت واش فعلا ابارتيان ار، يعني واش هاد الفراكسيون اللي لقيت هنايا واش ابارتيان، وي اللي ابارتيان ار. ونجي نكتب هنايا، نقدر نكتب هنا كاع appartient R. Alors il existe واحد X appartient R tel que 2X moins 3Y égale à 1. هادي شنو تتعني؟ بحال بغيت نقول الوغ هاد ليكواسيون راه فعلا عندها سوليسيون اللي هي هادي اللي لقيناها سو فورم دون فراكسيون. دونك P4 بار اي فغي دو P4 اي فوس. D'accord. Alors, on a l'équation qui est en fait, on a l'équation premier degré. Ou là, on connaît où est x. Mais le marat, on a l'équation de deuxième degré. C'est un exemple. Voilà, je ne sais pas. P4. Quel que soit y appartient à R étoile. Il existe واحد دو x appartient à r. On va dire هنا x. D'accord. On va dire le y. بدلو. قبيلا كنا درنا هنا x. دابا ندير y. On va dire هنا x au carré moins xy plus y au carré égale à 0. Alors, déjà on dit proposition, on va dire quel que soit. مزيان. الوغ ملي تتكون عندي كلك سوايع الاولى كنجي ناخذ واحد لو اكس ابارتيان ار اتوال كومسا سوا اكس ابارتيان ار اتوال. وشنو تندير هاد لا بارتي بحال كنساه ما بقاش عندي، كنهتم دابا غير بهاد لا بارتي. شنو تعني هاد لا بارتي؟ مادام عندي لي اكزيس واحد ايكغيك وعندي ايكواسيون بحال بغات تولي بحال بغا يقولوا لينا بي 4. دابا ملي عطيت لو اكس ابارتيان ار اتوال قلنا بقات دابا كنهتم غير بهاد لا بارتي. هادي راه تعني ان هاد ليكواسيون راه عندها واحد السوليسيون y دون r، بمعنى لانكوني هنا غادي يكون هو هذا اللي حدا هاد الكونتيفيكاتور اللي اكزيست، يعني لانكوني هنا غادي يكون هو y. الوغ شنو نجي نكتب هنا اون ريزو x او كاري موان اكس y بلس y او كاري ايكال ا زيرو افيك لانكوني اي y. نكتب هاد لا فراز لانكوني هنا غادي يكون هو y. الوغ شوف معايا لارتيك، عندنا x او كاري موان اكس y بلس y او كاري لانكوني هنا هو y، يعني لو x اعتبرو بحال شي بارامتر m، سي تان بارامتر ريال، ولا هاد لو x اعتبرو بحال شي عدد انت بحال 3 بحال 4، دونك تخيلو ما كاينش، لانكوني هنا هو y. الوغ هادي تتولد تبان ليا ايكواسيون دوزيام دوغري، نبدا ب y او كاري هي الاولى غير نرتب هداك الشيء، ها هي y او كاري موان اكس y بلس x او كاري ايكال صفر. دابا هادي ولات تتكتب على هاد الشكل ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي ايكال زيرو. ا هنا راه هي واحد، و بي هنا راه هي هاد موان اكس، و سي راه هي اكس او كاري. الوغ كندير دلتا، شوف دلتا بي او كاري موان 4 ا سي، بي غادي تكون هي موان اكس او كاري موان 4 فوا 1 اللي هو واحد هنايا فوا دو اكس او كاري. Donc, vous l'attendez x au carré moins 4x au carré lié moins 3x au carré. Je vous ai donné le x déjà appartient à R étoile, yani différent de 0. Il y a qu'un x différent de 0, x au carré est supérieur strictement à 0. Je vous ai donné un nombre négatif, donc il est inférieur strictement à 0. On justifie car x appartient à R étoile, ça donc que x au carré est supérieur strictement à 0. ومادام واحد لونو بوزيتيف مضروب في نيجاتيف، دونك هاد الريزلتا تكون نيجاتيف. اذا هاد ليكواسيون واش عندها سوليسيون؟ ملي تيكون دلتا نيجاتيف با دو سوليسيون، و الى ما كان سوليسيون بمعنى هاد ليكواسيون ما كاينش ليكزيستونس واحد لو نومبر ايغريك لا يفيريفي بمعنى هاد ليكواسيون. ملي تتكون لانه ملي تنقول اي ليكزيست واحد ايغريك تيلكو هاد ليكواسيون، معنى هاد ليكواسيون عندها سوليسيون، انا ما لقيتش عندها سوليسيون، بمعنى هادي راهي لي فوس، سافو دير بي 4 راه فوس. Donc, P4 est fausse.
ممكن تعطاني بروبوزيسيون بحال هادي، الى اكزيست هي الاولى هنايا وكيلكسوا هنايا وتعطاني ايكواسيون بحال هادي. الى بدينا بلي اكزيست وعندنا شي ايكواسيون كوم سا في علي كاري بحال هكا، من الاحسن نديرو لا نيغاسيون باش تولي عندي كيلكسوا هي الاولى والى اكزيست هي الثانيه، ونخدموا بها الطريقه هادي. ولا عرفت لا نيغاسيون مثلا فوس نستنتج هذيك البروبوزيسيون راه فري داكوغ. فوالا نقدر نخلي لكم واحد ليكزيرسيس طبقوا فيه الله يرضي عليكم هادشي اللي قلت. اطلقوا لي لا فالور دو فيريتي ديال كيلكو سوا ولا ايل اكزيست. ايل اكزيست واحد لو ايغريك ابارتيان ار داكوغ، كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، ولا نسال عليكم quelque soit y appartient à r, il existe واحد لو x appartient à r، عندي x au carré plus y au carré plus x y plus 4 égale à 0. هادي غتلقاو ليا الطابل دو فيريتي، باردون غتلقاو ليا لا فالور دو فيريتي ديالها. Chers élèves, merci infiniment. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, inshallah. قبل ما نسالي لا فيديو الله يرضي عليكم، غنخلي لكم هاد لو نيميرو 0696 15 36 اللي بغى يتواصل معايا. كاين واحد لوفر حاليا كيستافدوا منه واحد المجموعه ديال التلاميذ ديال ليسونس مات، سولمون ليسونس مات. اللي بغى يعرف عليه دي زانفورماسيون ها هو لو نيميرو، وباب التسجيل راه غادي يبقى مفتوح حتى الى الموسم الدراسي. يلا السلام عليكم.